جوهرة بشرية لاعب عبقري ساحر كروي أسطورة جزائرية كل هذه العبارات تصح في حق اللاعب يوسف بليل لكن يبدو أن قصصه مع صناعة الجدل لم تنتهي تفاعل كبير مع اللاعب الرحالة الذي لم يستقر في نادي معين لعب مع أهل برج بوريريج ومع مولودية وهران واتحاد الجزائر ومولودية العاصمة في الجزائر ولعب لترجي تونسي في ثلاث مرات وفي اهل جده السعودي وفي قطر القطري وفي بريست واجاكسيو وانجي الفرنسي الغريب في اللاعب العبقري يوسف بليلي انه لم يستقر في اي نادي من هذه الانديه لاكثر من موسمين واغلبها سمعنا عن مشاكل مع اداراتها لكن على عكس اغلب كل هذه النوادي نادي الترجي تونسي تجمعه علاقه مميزه مع اللاعب الفنان لكن هذه العلاقه لم تدم حتى النهاية فالأسبوع الماضي تناقلت صفحات رياضية وإعلاميون محليون خبر سوء علاقة الدولي الجزائري مع فريقه الحالي وقرب عودته إلى الدوري الجزائري من بوابة شبيبة القبائل ربما اتحاد العاصمة أو أندية أخرى ترددت هنا وهناك رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مؤيد لعودة البليلي ومعارض لسلوكاته وعدم انضباط نتابع التعليقات امير بافانا قال بليلي لاعب برازيلي بجنسيه جزائريه لو كان غير يرجع للبطوله او للمنتخب توحشناه معلق ثاني قال يخلط بين حياته العائليه والمهنيه بليلي باباه ماهوش المناجير المناسب له وانتهى اما المعلق الثالث فهو حسام مصباح فعلق يوسف وين يروح يربح العيب مع الفريق اللي يلعب له حتى نادي قطري اللي دار الخير فيه وسلكم المشاكل في السعودية وضحك عليهم في النهاية